تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني والجرائم التي تضر بالبيئة، حيث شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مكبرة في هذا الإطار، وقد نجحت خلالها في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التالية. واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكبرة لاستهداف المصانع والمخازن غير المرخصة والمخالفات التي تضر بالبيئة والصحة العامة. في هذا الإطار تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من ضبط 9 مصانع بدون ترخيص بالقليوبية لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية والداجنة وتصنيع الحلوى وإنتاج المنظفات المنزلية والمعطرات المغشوشة وإعادة تدوير المخلفات في تصنيع الأكواب والأطباق الورقية، وبلغ إجمالي ما تم ضبطه قرابة 100 طن أعلاف حيوانية وداجنة مغشوشة ومقلدة و47 طن منتجات ورقية مجهولة المصدر. وبالقليوبية أيضا تمكنت الإدارة من ضبط 3 مصانع بدون ترخيص للأعلاف الحيوانية والمخصبات الزراعية بمضبوطات بلغت أكثر من 343 طن مخصبات زراعية وأعلاف حيوانية مجهولة المصدر، ونحو 31 ألف عبوة أدوية بيطرية منسوب إنتاجها لشركات وهمية. كما تم ضبط مصنع وثلاثة مخازن بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المواد الكيماوية المستخدمة في مواد الطلاء والمنظفات الصناعية والمطهرات والمعطرات بمضبوطات بلغت 55 طن مواد كيميائية و13 طن منظفات منزلية ونحو 34 ألف قطعة صابون ونحو 9 أطنان مواد خام سائلة و10 ألاف عبوة معطرات جميعها بدون ترخيص ومجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية. وبنطاق مديرية أمن الجيزة تمكنت الإدارة من ضبط 7 مصانع بدون ترخيص يتم خلالها تداول الكيماويات المعالجة لمياه الصرف الصناعي والتربة الزراعية وتعبئة المواد الكيماوية المستخدمة في تصنيع مواد الطلاء وكذا إنتاج وتعبئة المنظفات والمطهرات المنزلية، وتم ضبط 748 طن كيماويات مغشوشة ومقلدة و19 طن مطهرات منزلية منسوب إنتاجها لشركات وهمية و49 طن منتجات بلاستيكية ومستلزمات طبية ومنزلية مقلدة. كما نجحت الإدارة وبنطاق محافظة الشرقية في ضبط 10 قضايا إتجار في الأسمدة والمخصبات الزراعية والأدوية البيطرية بمضبوطات بلغت نحو 22 طن مخصبات زراعية وأربعة أطنان أعلاف جميعها بدون ترخيص ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، وضبط مصنعين بدون ترخيص للكيماويات والمنظفات والمطهرات والأحبار بمضبوطات بلغت 33 طن ونصف مواد كيماوية لمنظفات ومطهرات وأحبار مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، وضبط مصنعين بدون ترخيص لتعبئة وتداول الأعشاب الطبية وتعبئة الأغذية بمضبوطات بلغت 11 طن ونصف مواد غذائية وأعشاب طبيعية مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية.